السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا عندك الويفي في الدار وما كيوصلش لجميع المناطق ديال الأرجاء ديال المنزل ديالك، الحل هو أنك تاخذ واحد الروتور قديم بحال هذا مثلا، وغادي نحاول نرجعوه ونكونفيروه كوم بوان داكسي، يعني كوم نقطة وصول، باش يمكن له يستنى الويفي لمناطق أخرى في الدار. اوكي، خصنا واحد الكابل ار جي 45 بحال هذا. بحال هذا ديال ار جي 45 باش غادي نربطو مع لودنيتور ديالنا، ثم غادي ناخذ الروتور بحال هذا قلنا. واول حاجه نديروها هي غادي نديرو روزيت لهذا النوع ديال الروتور، يعني غادي نشوف شحال هنايا وغادي نكليكو في هذه الطبيعه ديال اللي عندنا هنايا بحال هكا واحد المده ديال 10 ديال الثواني، ومن بعد غادي نطبقوه وغادي نخليو هذا الروتور ديالنا باش يتروجي. ثم غادي ناخذ واحد الكابل بحال هذا ديال ار جي 45، يعني كابل بحال هذا باش نربطو لورنيتور ديالنا، ومن بعد غادي نركبو ليه واحد الراس من هنا، يعني من هاد لابارتي هنايا واحد منهم. ثم بالنسبه للراس الاخر غنركبوه مع لورنيتور ديالنا هنايا بحال هكا، نركبوه في هاد لو بورت ريزو ديال لورنيتور ديالنا بحال هكا. ومن بعد غادي نمشيو للنافيغاتور ديالنا وغادي ندخلو في النافيغاتور ونشوفو الطريقة باش غادي يمكننا دونك هنايا باش غادي نبداو غادي نمشيو للنافيغاتور ديالنا، ناخد مثلا واحد النافيغاتور ديال جوجل كروم مثلا، ولا هاد النافيغاتور ديال ايدج، ثم ندير فيه هاد لادريس هادي 192.168.168 بوان واحد تما بوان واحد. بار ديفو بالنسبة لهاد لو تيب هاد النوع ديال هاد النوع ديال الروتور ديال جازتيل هواوي كيتوير، غدير ليه في لو نو دوتيليزاتور هنا غدير فيه ادمين، ثم بالنسبة لمود باس ايضا ندير فيه ادمين، ثم نديرو لوغين. فوالا تما هنايا غادي نمشي لهاد بازيك، غنمشي هنايا لهاد لان، فهاد لان يعني جوج الحوايج هنا اللي مهمين باش نرجع لو روتور ديالي يكون ان روتور بوان داكسي، لا نقطة وصول ولا بوان داكسي. اول حاجة هي خصني نبدل هاد لادريس اي بي، ما تبقاش هاد لادريس اي بي كيما كانت، يعني باش ما يتخلطليش مع لو روتور ديالي مع لو روتور الاصلي ديالي في لي زادريس بي ديالهم، يعني يكون مختلف. يعني هنا غادي نزيدو ليه مثلا باغ اكزومبل نعطيه مثلا هنايا العدد اللي بغيت، تعطيه مثلا 100. وايضا هاد دي اتش سي بي سيرفر، هاد دي اتش سي بي سيرفر خصني ديزاكتيفي هاد دي اتش سي بي سيرفر، يعني ما تكونش مأكتيفيا باش يخدم لنا هاد لو روتور كوم بوان داكسي. ثم هنا غادي ندير هاد سبمايت باش اونريجستري هاد لا كونفيغوراسيون، ونفس الشيء هنايا، يعني هادي نعاود ليها هنا، غادي تعطي لها قلنا 100 بحال الطريقة هادي، ثم أيضا ندير هادي أيضا أونغوجيستخي بحال الطريقة هادي، يعني لو روتور ديالنا خرج وعاود دخل من جديد، يعني دابا ما غاديش يدخلنا بهاد لادريس، يعني باش يدخل من جديد دابا خصك تعاود تخليه دابا بلادريس اللي عطينا قبيلات اللي هي درنا ليه هنايا 100، يعني 192.168 ندير له هنا 100. اي فوالا، هنا غادي نعطيك لو مود باس، غادي ندخل اما ادمين، ثم نعاودو ندخلو هنايا بلو نو ادمين، ادمين فوالا، ثم لوغين. هاو دخل، غادي نمشيو دابا للبازيك عاوتاني، نمشي هنايا لويلان باش غادي يمكننا نبدلو لو مود باس ديال الروتور ديالنا مع الويفي ديالنا. بالنسبة للسمية ديال الروتور هنا يمكن نسميو السمية ديال الويفي ديالنا لا يطلع لنا الروتور ديالنا، نعطيو هنا السمية اللي بغينا. بغينا نخليو مثلا جاستيل، نخليو مثلا باغ اكزومبل جاستيل مثلا 2022، باغ اكزومبل 2022. ثم بالنسبة لو مود باس هنا الى كليكيتي عليه هذا يبان لك لو مود باس اللي فيه القديم، وبغيتي دير شي مود باس اخر جديد بحال هكا، تمسح هاد لو مود باس اللي عندك هنايا، ثم دير انت لو مود باس اللي بغيتي للويفي ديالك. مثلا ناخذ هاد لو مود باس هذا دو سيت مانيير، ثم دونك هنا دير اي تي اد سابميت
باش تانجستري هاد لا كونفيغوراسيون اللي درتي تكليك على هاد سابميت. والروتور ديالك تقاد يعني دابا راه غادي يمكن لك دابا تركبو مع بهاد البساطة، يعني غادي يكون الروتور ديالنا ان شاء الله مزيان وخدام مزيان. دابا نسد هاد لافانادر ونمشيو نجربوها.